الغالب لا. طب يا دكتور، لو انا عندي عيلة فيها كذا شخص مصاب بسرطان الثدي، هل الفحص الذاتي كافي للوقاية؟ وامتى لا ألجأ طبعا. للماموجرام؟ لا طبعا، الورم الثدي ده في حاجات، في عائلات منه بتتوارثه، وعشان كده هو من انواع الاورام الوراثيه زيها زي القولون. في بعض العائلات بيبقى فيها اورام القولون ماشي في العيله. ورم الثدي طبعا الفحص الذاتي مش كفايه، لازم بيكون في متابعه عن طريق الموجات الصوتيه، وده قبل سن 35 سنه، وبعد 35 سنه بنعمل ماموجرام واستكمال بالسونار احيانا، او بالجديد دلوقتي بقينا نعمل حاجه اسمها فحص جينات وراثيه او فحص وراثي، بيعرفوا نوع الجين، في جين بيتوارث في الاورام الثدي، فبيحاول ياخد عينات ويحللها بحيث ان هو يسبق الورم. بمعنى ايه؟ بمعنى لو طلع فيه ان العيله دي فيها الجين ده متوارث، فبناخد حضرنا بحيث ان نتابع المرضى دول مباشره، نتابعهم عن قرب وما نسيبش الموضوع يبقى عائم. هو ده يا دكتور اللي بيسموه الجيناتيك بروفايل؟ ايه يا فندم؟ هو ده اللي بيطلقوا عليه الجيناتيك بروفايل؟ تمام يا فندم. طيب قول لي حضرتك يا لا دكتور، اكمل. لا، الجينات دي لما احنا نبتدي نعالجها او نعمل طفرات فيها بحيث ان احنا نغير من مستوى نشاطها، ده بيحمي المريض طبعا اللي في العيله من الاورام، زيها زي السكر مثلا. السكر لما نعرف ان الطفل ان العيله دي فيها سكر، بناخد منا ان الاطفال نعمل لهم تحليل سكر بدري، ده من طرق الوقايه. ليه؟ عشان الطفل ما يعرفش ان عنده السكر متاخر يحصل له مضاعفات. كذلك الورم، لما نعرف ان نفحص الورم، نفحص المريض ونبحث عنه عن الورم، ساعتها نقدر نحميه من مضاعفات الاورام، ان هو يكبر بالحجم مباشره ويبقى صعب استئصاله مثلا، او نوصل في مرحله متاخره يكون الورم منتشر وبالتالي ما استفدناش منه. طب قول لي حضرتك يا دكتور، اورام الرحم ممكن تسبب عدم الانجاب؟ في بعض الاورام زي الاورام الليفيه ممكن تعمل ضعف في مدارس الرحم، فما تستقبلش البويضه المخصبه. احيانا اورام بطانه الرحم اللي هي السرطانيه دي طبعا لما تبقى موجوده للاسف ما بتاثر الرحم، فبالتالي برضه بتاثر على فرصه الانجاب. تمام.